هذه مدام خديجة بخبرتها في التسيير عارفة باللي إلا دخلت ولدها المؤسسة للمسيرين ديالها عندهم شواهد وتكوينات عالية غادي ترتاح. أما فاطمة بالخبرة اللي عندها في ميدان الطب متأكدة باللي المدرسة اللي عند الأساتذة ديالها سنين ديال الخبرة في التعليم غادي تضمن لولدها مسيرة موفقة. إيوا والحاجة عائشة بالجهد والعطاء ديالها في المنزل كتآمن باللي النجاح هو كل شيء وولدها غادي ينجح في المدرسة اللي نجحت وليدات الناس. أما نادية كونها خبيرة في الديكور متيقنة باللي البنية التحتية ديال المدرسة عندها دور كبير في تحسين المدرسة ديال بنتها. داكشي علاش خديجة عائشة فاطمة نادية اختاروا الخيار الأفضل لهم والأبناء ديالهم. مؤسسة الحنان الخاصة 36 سنة من الخبرة في الميدان كانت كافية لمدام فاطمة ما ترددت في الاختيار ديالها اللي بصراحة ما كانش عند كل شيء. أما بالنسبة للموارد البشرية فمؤسسة الحنان كتوفر على طاقم كيتكون من أكثر من 200 أستاذ حاصلين على الإجازة فما فوق. وبالنسبة للإدارة فالمسيرين كلهم حاصلين على ماستر من مدارس عليا مغربية أو كندية. هادشي اللي خلى مدام خديجة ترتاح في تعليم بنتها. على مدار 36 سنة نسبة النجاح في البكالوريا كانت ديما 100% الأكثر من 14 فوج واللي 80% ديالهم حصلوا على ميزة حسن جدا أو حسن. أما النقاط فكانت دايما مشرفة مراتب أولى للصعيد الجهوي وحتى الوطني. هادشي اللي خلى لالا عائشة تدخل ولدها لمؤسسة الحنان وعينيها مغمضين. من سنة 1983 وصلت المجموعة 4 المؤسسات في كل من أكادير وإنزكان. هادشي اللي عطاها الميزة ديال أحسن بنية تحتية اللي كتناسب الطلب ديال نادية. كل المؤسسات كتوفر مساحات كبيرة اللي كتخلي الأبناء يكون فسحة للأنشطة ديالهم بالإضافة للمساحات الخضراء وأقسام مجهزة بوسائل حديثة وألعاب اللي كتسهل التعليم الأولي لهم وعلى طول مدة التعليم ديالهم. فكتوفر لهم مختبرات وقاعات متعددة التخصصات في المجموعة كاملها كافيتيريا بشكل أنيق ومجهزة بكل وسائل الترفيه اللي كتطلع الفضاء الرياضي. ونزيدكم مكتبة كتضم كل أنواع الكتب والروايات بشتى اللغات. أحسن استثمار هو الاستثمار في أبنائنا وباش يكون ناجح خاصو يبدأ من الطفولة ديالهم. مؤسسة الحنان الخاصة شريككم في نجاح دراسة طفلكم.